مشاهدينا بختم برنامج على الموعد لليوم. بصرنا استضيف عبر سكايب الأبشر بالشليلة الاختصاصي باللاهوت الأدبي وخلقيات علم الحياة. صباح الخير أبونا. صباح الخير، عيد مبارك عليكم. وعليك إن شاء الله يا رب يحميك ويحمي عائلتك ورعيتك ومحبينك كلهم. أبونا شربل، هيدا العيد بعتقد كان مختلف شوي عن السنين الماضية. هل حبنا ليسوع الكبير وإيماننا أنه هو مصدر الفرح الدائم لقلوبنا، نحن يلي عم نعيش فترات ما فينا نقول إلا صعبة، فيها حزن، حزن يمكن على فراق أهل فقدناهم على باب مستشفى مش قادرين ندخلهم عليها، على فراق أولادنا أحبابنا يلي هاجروا من بلد مش قادرين بقى يعيشوا فيه، خوف على مستقبل أولادنا، خوف رعب، بتلاقي الناس كلها حزينة إلا كل قليل شفناهم طبعا مكملين حياتهم عادي، ولكن الأغلبية للأسف هيدي السنة كان عندهم هالرجع الكبير أنه بعيد الميلاد يسوع يقدر يردلهم على قلبهم الفرح والبهجة. هل صحيح نحن بإيمان كافي لحتى نقدر نكمل؟ في شغلة بالبداية، عيد الميلاد هو محطة، مش كل شيء بيصير فيه. يعني هيدا الحدث منه ما في عندي رتور، ما بعرف إذا مني أنا عندي رتور اللي عم بسمع صوتي. بريف، بعيد الميلاد نحن نفكر إنه كل شيء بده يصير بهذا الوقت. يعني إذا بدي أفرح، كل الفرح بعيد الميلاد، بالوقت يلي التأثيرات الاجتماعية خلتنا إنه نعيش هيدا الصراع اللي حضرتك عم تحكي عنه، إنه أنا المرض والألام والهجرة وأزمة اقتصادية وغيرها وغيريتها. فإذا أنا هيدا العيد ما عم حس فيه، وهيدا الشيء أنا برأيي منه كثير دقيق، لأنه إذا بنقسم اللي عشناه نحن بهالكم يوم، في شيء على المستوى الاجتماعي والمستوى الروحي يلي بيدخلوا ببعضهم البعض. أول شغلة بقول أنا مش حاسس بالعيد، لأنه وضع الاقتصادي ما عندي إمكانيات، ما في يجيب هدايا إلى آخره، فإذا هذا العيد تعيس. في أشخاص بيعتبروا حالهم أنه عندهم إمكانيات ورح يكبوا كل هالإمكانيات ليفرحوا الناس من حوله، صح. وفي أشخاص عايشين مرض شخص فقدوه بهالوقت، خاصة بالأسبوع اللي بيسبق أولاد عيد الميلاد ما صار كثير، حتى برعايتي كمان بيعتبروا أنه هيدا الشيء عم بيعكر العيد، أنا ما في عيده بقى. في ناس بيعتبروا أنه بغياب الهدايا وهيك أكيد العيد نغط، وفي ناس بيعتبروا أنه أنا بدي ساعد، بدي أعطي هدية للأطفال، بدي أزرع فيهم الفرح وغيره. كثير بنحكي الهودي، بس كل هودي هني متعة مش فرح. يعني أنا اليوم إنه أنا عم ببحث عنه بليت عيد الميلاد هو متعة، إنه أقدر أنا أجتمع وناكل ونشرب ونروح على الكنيسة كمان إذا بدك ونقدس وإلى آخره، بس هو كله بدله بيقال متعة، لأنه مش هذا الفرح. الفرح هو مسيرة كبيرة. عيد الميلاد هو بذكرنا وين صرنا بمسيرة الفرح تبعولنا. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، كيف كان طيلة هالسنة معي إذا بدي أحكي تاريخ؟ مشان هيك نحن دائما ضياع إنه هيدي السنة راح هيدا، إن شاء الله السنة الجاية بيكون أحسن. لا، هو ما في شيء بيروح دعان، حتى وقت الألم، مرض ونقص الإمكانيات، عدم القدرة الشرائية وغيرها، لأنه هذا كله بيكون مين أنا.
ومين هو يسوع، وين هو دوره بحياتي، وكيف هو حاضر بقلب حياتي يلي ممكن تكون فيها ألم، ممكن فيها أوقات حلوة. صح. لأنه في شغلة مهمة، يسوع إذا متطلع بعيد الميلاد هو أضعف مكان كان موجود فيه. يعني إذا واحد بده يقارن يقول إنه أنا مثل صاحب العيد، إذا ناخذها بالمنطق بس الاجتماعي، صاحب العيد ولد بمزود. إذا بنفوت اجتماعيا، كل هودي ما رح يكونوا هن السبب بتعكير عيد فرحة الكنيسة. العيد، صح. لذلك أنا برأيي في روداج معين بده نبلش نشتغل عليه فكرنا، لأنه صار الاستهلاك، مش عم بقول إنه غلط الاستهلاك، بس هل اكساب الاستهلاك بيجعل إنه كل حدث بيصير منه ضمن الخط اللي أنا عم فكر فيه، فإذا نغص لي أنا عيد الميلاد. في كثير ناس اليوم حتى بأوقات كان منيح الوضع بلبنان كانوا يسافروا، وكانوا أوقات كثيرة أولادهم بمحل من محل، معناتها إنه أوقات كثيرة نربط كل شيء بهالكم يوم يلي أصلا ب 25 الشهر الساعة 6 مساء يدبرسوا الجميع. خلص عيد الميلاد، ما بقى في شيء، بكره عندي شغل، ما بعرف، يعني بلش يدبرسوا. معناتها انه عمليه منا دقيقه كثير انه نغص العيد، يعني لانه اصلا مندبرس نحن بعد 24 ساعه. لذلك انا برايي الكلمه صار جسدا وحل بيننا، شغله مهمه كثير. يعني بالميلاد يحل يسوع مطرح ما انا، صح. يعني انا اذا كان عندي مرض بهالعيد هو حالل فيي هون. يعني انه شو الفرق اذا مرضت 22 كانون الاول، وشو الفرق اذا مرضت ب 3 كانون الثاني؟ بتصير غير هلا وحلو كثير النغص. هيدا كله كل اللي عم نعيشه هو اجتماعي حتى بحياتنا الطبيعيه. احنا وقت بنجي بنقدس، معظم الاحيان بنقدس واجب بعيد الميلاد، ولازم نروح ميلاد وهيك وبيسوى وكذا، بس عمون نقعد نتعشى وكذا، وكيف بدنا نظبط لما نعكر موضوعنا. فاذا هيدا الاحتمال هو غالب عليه الوضع الاجتماعي، الا اذا انا عايش كل هذه السنه هذا الحضور يلي عم خليه بكل اوقات حياتي اللي هن كمان فيهم الم وعذابات واوقات فرح واوقات متعه، لانه المتعه هي انيه. فعلى ذلك انه بتلاقي كل الناس الله خلص الوقت، يا الله كنا مبسوطين، هذا لا، كان عندنا متعه مع بعضنا، صحيح. لانه يلي كانوا فرحانين هن ما رح يدبرسوا 25 على الساعه 6. ليه؟ لانه اللي عيشوه رح يكون لإلهم قوة يثمرون ثمار طيبة بالأيام اللي جاية. وحتى الناس يلي فقدوا عزيز على قلبهم ليلة عيد الميلاد، مثل ما صار عندي برعيتي، أشخاص كتير كل المغزيين وطيلة هالسنة من حضور الكلمة يلي هن صار جسدا وحل بيننا في كل أوقات حياتنا، واجهوا هالوضع رغم كل أسيوته وصعوبته، واجهوه بطريقة هيدي بعتبرها إيمانية، لأن احنا صار إيماننا إيمان بلاغة أكثر ما هو إيمان فعل. واقعي. صار بلاغة نتكلم عن الإيمان مثل واحد عم يعمل موضوع إنشاء، وبصير بشيل إذا كان حزنان أنا مش بدي يكون مع يسوع، وإذا كان فرحان يا الله يسوع شو حلو هالسنة كلك ذوق. الحياة يعني اليوم في أشخاص عم يعيدوا عيد الميلاد بشمس الدنيا، وبالصيفية يمكن يكون عندهم، صح. مش هيك إنه شو اللي ناس علقانين بالثلجات. يعني نحن اليوم حاطين مثل كأنه كل شيء بدنا نعيشه بعيد الميلاد، بالوقت يلي عيد الميلاد أنا
بعيش يلي أنا أصلاً غزيه بحياتي طيلة هالأشهر اللي قطعت، وإلا رح تصير بس عيد الميلاد هو نهار، وتبنغص بهالنهار أنا راحت كل سنتي، إنه ما كان حلو كتير، إنه حياة في أوقات كتير أشخاص عندهم أشهر عندها معنى لهم أكثر من عيد الميلاد. صحيح. لذلك بدي كثير مهم برأيي أنا إنه نرجع نفكر ما يعني الكلمة صار جسدا، لم يقل لنا إنه صار جسدا فقط في 25 كانون الأول، يلي أصلا مش أكيد إنه هو 25 كانون الأول، مين وقع على سنين؟ هو عيد الشمس، صح. الشمس لأنه، ولكن كثير مهمة إنه نرجع نعيد النظر ببلاغة إيماننا يعني نحوله إلى واقع كي يصير بالفعل يسوع المتجسد هو حاضر بحياتك اليوم، وليس فقط بعيد الميلاد يلي إنه مش حلو إن شاء الله السنة الجاية، لا، لأنه السنة الجاية ما رح يكون حلو إذا بعدنا مستمرين هيك، لأنه يلي بعيد الميلاد أنا بعتبره هو أكثر وقت يزداد الفساد، أكثر وقت نستفيد من بعضنا، أكثر وقت نحاول نربح من بعضنا، إنه الناس مسقلانة الشغلة حقها دولار بيعملها بيد، وهو بيخلي فكك إنه عمل تنزيلات، ليه؟ لأنه بيعتبر الناس مش واعيين، بده يفرحوا بعضهم، بده يفرح ابنه، ما بقى بيهمه، ما رح ناخذ معنا شيء، بكره الأيام تقطع، بده يشوف كده كله حطوه بفكرنا. لذلك أنا بعتبره عيد الميلاد هو عيد بفساد بين، لذلك لأنه ما عم نعيش الميلاد طيلة السنة، شو فينا نسرق بعض بعيد الميلاد؟ ما بنقول لا، هلا جاي عيد رأس السنة هونيك التعتير، الناس مش واعية، بضرب من أسعارهم، بنطعميهم شيء منه كثير بمستوى عالي، مش واعيين على حالهم، عم يشربوا إلى آخره، خبريني وين هي أنا بعتبرها في مقاسي أكثر، المرض والموت هن أصلاً من صلب حياتنا، ولكن الفساد وقلة الاحترام وقلة الأخلاق وعدم احترام كرامة الإنسان فنن أبداً من صلب حياتنا. لازم يكونوا هودي تخطيناهم، نكون نحن قلة الأدب والفساد اللي عم يصير، هيدا بيكون عيد الميلاد. أجي بقى حاطين بفكر بعضنا البعض إنه مش حاسس بالعيد. في أشخاص قاعدة لحالها ومبسوطة بالعيد كانت لحالها، مختارة هيك. هذا كله يرجع للشخص هو كيف عم يفكر بالأمور. بس في ناس كثير بعيد ميلادهم أصلاً مش هو الأساسي بالنسبة ما لهم، هني بينبسطوا. فرحانين كانوا كل سنة، هني بس هالعيد الميلاد يعملوا إعادة قراءة لتاريخهم تشوف هالسنة اللي قطعت. يعني أنا اليوم بعيد ميلاد يسوع بدي أشوف الكلمة صار جسداً، إزاي أنا طيلة هالسنة جعلت يسوع كلمة حاضرة بحياتي، هيك كنت أنا عم عيد عيد ميلاد. عيد صحيح. ميلاد إذا أنا لأني جبت هدية مش هدية على أهميته، انتبه أنا جبت أولادي كمان هدايا، مش إنه ما بنقعد نفكر إنه بس أبونا طاير طاير بس عم بقول إنه هيدا ميلاد يسوع، مثل ما هو عيد ميلادي أنا بدي أعيد النظر بكل اللي عشته في السنة، أنا كبرت سنة، بقعد ببكي أو بقول أنا شو عملت هالسنة، وأنا شو عملت بيسوع يلي كبر بحياة السنة، أنا وين هو، وين أساسي، مش قضية بس إنه أنا بروح صلي تيكون هو الأساس، مش إنه بروح أقدس كل أساس، لا بروح ناس بتصلي أو إيه بتصلي سكرانين بتصلي مش واعيين، بدهم يعملوا إنه يبقى إنه عملوا عيد ميلاد. أنا برأيي دخلنا بدوامة حتى على المستوى الممارسة الدينية عم نعيش بعضنا بذنب مستمر، عايشين بذنب انه نحن اذا ما قدرنا عملنا هذا الشيء لانه نحن هيك، لانه اذا ما قدرت قدست لانه انا عايشين بذنب، بس انا ما قدست لانه انا كان في عندي موت ومرض، بس هو يعيش بذنب كيف راح القداس، بنقضيها بهالوقت يلي مش كل شيء بده يصير بهذا النهار، هذا النهار بده يصير انه انا ويني بكل هالسنه اللي قطعت. هي انا برايي بنكون عم نعيش الميلاد، وبتلاقي البابا فرانسيس الميلاد هو انت،
اذا اكيد اشخاص عاكفين رددتوه حتى كمان بعمليه تي في وكل العدسات، انه نحن وتحكي عن الشجره وحكي عن الزينه، كيف نحن بدنا نتشدد اضطراب الشجره مثل فضائل، نلون حياتنا بالفضائل مثل هالالوان الموجوده والنور الموجود على الشجره وغيره وغيراته، لما نضيع الوقت. بس بتصور انا يعني حتى انا بمسيرتي انا ككاهن دخلت بهيدي الدوامه بطريقه حياتي، وفكر انه خلص وكذا، وبعدين انا عايش هذا الشيء وعم عايش الناس هذا الشيء، بس حسيت بفتره من الفترات انه انا ايضا عم بمثل كمان، يعني مثل كانه انا عم بعمل واجبي ككاهن عم بدرس لهم، انه انا لازم انا افرح بهيدا، بالنسبه لي تحكي رطل على وجهي انه انا بدي اعيش ليه؟ لانه الناس شايفيني كل سنه، يعني انا اذا زعلت نهار عيد الميلاد مش لانه انا عايش عيد الميلاد، لانه اذا عندي زعل بحق لي ازعل، مش انه طار عيد الميلاد، قد ايه صحيح بس لانه أمينة عيد اللي عم الميلاد. تحكيه، قد ايه صحيح انه عم نعيش تمثيل، صحيح هيدي التمثيلية قلت تبع لك هيدا النهار هيك بدها تكون اعطيتك انا تفاصيلها مثل، كلها. انا اعطيتك مثل، انا كنت عم مثل بوقت معينه، توعيت بعدين انه وين انا صرت، وانا عم مثل كنت فتره فترات كنت عم مثل، مش معناتها انه يمكن في ناس كثير فرحت ومش عارفه عم مثل، انا عم بحكي قراءه ذاتيه لإلي، وكل واحد انه لازم انا يعمل فتره قراءته فترات الذاتية، وكلنا بنقول نفس الشيء مثلك، انه عن جد كنا يكون عم عندنا نمثل جرأة، هالفترات. يكون ايه عندنا جرأة صح شوي، حجي بقى مدخلينا بهالدوامة مثل كأنه إنه لا لازم يكون أنا بكليتي بعيد الميلاد، وإلا بكون معيطة الميلاد، لا في يكون أنا اليوم عندي تساؤلات كثيرة، ما هيدا إيه دور الميلاد؟ كل يوم عيد الميلاد. الكلمة صار جسدا، ما قال صح يسوع أنا بدي أجي، كلمة صار دبل كف. جسدا، بدكم تظبطوا كل وضع العالم تحل أنا بالعالم. حل بالعالم بأصعب وضع اقتصادي بأيامه، صح. خلص بعده ولدين، بيجي على مثال المزح قلت لهم بالرعية، بعده يسوع ولدين، اجي واتساب لابن يوسف قال له بتغادر على مصر، لا بدهم يقتلوا كل الأولاد. يعني تصوري انه شو بعد اكثر من هيك صعوبة بعيد الميلاد يسوع عيد ميلاده، اجي قال له بواتساب او اجي بالانترنت قال انه له بدك تفل على مصر، ومشوار بعيد. نحن قاعدين اليوم نصير نقول انه ما قدرنا عشنا ليه، لانه بعتبر انا عيد الميلاد هو فقط مناسبه اجتماعيه بدي احط كل تقلي فيها صح. وبعدين بنشوف، لذلك هون اللي عم بيصير مصايب، كل المساعدات والهدايا بيشو بهيدي تجينا الفترة. بعيد الميلاد بالوقت يلي، وهيدا انا هي السنه وسنه الماضي اشتغلنا على هيدا الموضوع، ما نجحنا 100% بس عملنا خطوه صغيره لقدام، انه تمنيت على الناس ان ندخل سوا بمسيره ميلاديه 12 شهريه، يعني انه انا عندي 12 الناس ما بيموت ما بياكلوا بس بعيد الميلاد وبيصوموا كل السنه، صح. إذا بدكم عن جد تعملوا هذا عمل اجتماعي وتقولوا إن أنا بدي يكون يسوع بدي يخليه يولد بقلب الناس، ما بيولد بالهدايا، صح. لأنه في ناس كثيرة إجاهم هدايا كثيرة فتحوه مثل كأنه فتحوا عادوا. بوابة صح. ورجعوا هلا نسيوهم، ويمكن عم يلعبوا بلعبة صغيرة وإلى آخره، وغدا يوم آخر، أي من متى جديد. هدية، أي صح. متى هدية عيد الكبير؟ بل عم فكر فيها الصبي صار هلا، هيدي لذلك أنا برأيي بدنا نخط حالنا شوي صغيرة، كلنا سوا على المستوى الديني وعلى المستوى الاجتماعي والسياسي والأمني، وكنا فايتين ببعضنا البعض، لا فهمانين شو نحن عم نعمل، بفكر إنه إذا طلع انفجار محل طار عيد الميلاد، لأنه بدنا نشتغل كل السنة لحتى ما بقى يكون في ناس تعبانة، يتحول تعبها غضب والى كراهيه للانسان الاخر، صح. بدنا نشتغل انه نقلل الفساد بعالمنا لما نقعد نسرق بعضنا كل السنه، ونجي بعيد الميلاد نلاقي الناس تعبانه، بس هي مش تعبانه لانه اليوم، تعبانه كل السنه، مسيرة التعب. نعم هون بنشتغل عليهم، مش بنروح بنعيد نحن الاشخاص اللي هن كبار السن
بعيد الميلاد انه هن لوحدهم وبينسون اولادهم كل او السنة. يلي عم يصيروهم طيله السنين. لذلك انا هون ساعتها ايه اذا فينا هيك ايه اكيد ما حسينا بالعيد. نعم إن بس شاء وقتها الله يا بيكون أبونا. الميلاد صار منه محطه هو مسيره، ساعتها انا برايي ما بقى بنسال السؤال اذا كان عيدنا بلبنان كان منيح او مش منيح، لانه في ناس كثيره تعبانه كثير كانت فرحانه باللي موجود عندها. ليه؟ لانه ربت حالها وفكرها وقلبها طيله السنه وين الجوهر وين الاساس بحياتها. شكرا أبونا، وهيدا الحكي اللي كان مطلوب انه نسمعه، وهيدي النتيجة اللي كنت بدي اوصل لها، انه نحن هيدي مسيرة كل السنة لازم نروح فيها، ونكون فعلا وصلنا بقناعة تامة انه حياتنا بمجرد ما الكلمة صار انسانا وحل فينا، نحن بدنا نكون فرحين مش بالمظاهر ولكن بروحانية هالعيد المبارك. شكرا لك، وعيد مبارك يا لك رب ينعاد شكرا عليك على شكرا حقيقي عيلتك، كمان وإن شاء الله تكون بداية سنة جديدة كلها خير وبركة وحب ومساعدة وإيمان ورجاء بأنه المخلص ما تركنا ولا دقيقة ب365 يوم من حياتنا. حياة حلوة والدنيا نعم بتستحقك لأنه هو حل بهالدنيا وما بيتركنا. نعم حياة حلوة. شكرا أبونا، عن جد الحياة Thank you. حلوة. شكرا لكم مشاهدينا ولا متابعتكم لنا، بشوفكم بموعد قريب، تعيدوا بخير وسنة إن شاء الله كلها فرح، ننسى شوي هالفترة الصعبة يلي عم نمرق فيها، ولكن بإيماننا الكبير وبرجينا بالخلاص نحن أكيد رح نطلع من كل هالظروف الصعبة ونتخطاها. إلى اللقاء.